افسخ العقد معاه. لا انا زعلت لان انا عملت حاجات ممتازه معاهم، سنه ونص محترمين، رحنا مع الكابتن علي افريقيا، لعب كل الماتشات بتاعت الكابتن علي الاربعه علي مات ال 33 34 ماتش، لعب كل الماتشات. السنه دي يا كابتن كريم انا لعب 28 مباراه، 12 افريقيا و17 في الدوري. يعني انا الحمد لله انا لاعب اكتر من لعيبه كملت في الدوري، يعني مكمله مع انديتها لغايه نهايه الموسم. يبقى انا لعيب مهم في الفرق، مهم ومش بتاع مشاكل. انا ما بحبش المشاكل اصلا، انا طول عمري تربيتي والدي ووالدتي ابعد عن الحاجات دي، من الحاجات انا طول عمري كده، انا طول عمري بجتهد واتعب، الا لو حضرتك مش هوصل للارقام اللي انت قلتها ده، لان مفيش واحد بتاع مشاكل يا كابتن كريم هيلعب بشكل متواصل، هيلعب 11 سنه في النادي الاهلي ويلعب 3 سنين متتالي في الانتاج ويروح المصري يلعب، فاهم كل الماتشات. لا مش كل المدربين بيحبوني، مش كل المدربين اكيد انت كويس وما شاء الله يعني كابتن. بس فاللي زعلني الناس في بورسعيد كانت شايفه مجهودي وعارفه تعبي، وانا كنت حابب المكان وحابب الناس في بورسعيد. كنت يعني انا يمكن مراتي كانت تعبانه في ماتش ورايحين اوغندا، كابتن معين عارف قال لي روح ما تجيش معانا الماتش، مسافرين اوغندا في الكونفدراليه، قال لي روح ما تجيش معانا الماتش، لاني في قاعد في الاوتيل. قال لهم شهيد ما روحش ليه؟ قالوا لا هو عايز يلعب الماتش. لا انت مش فارقه معاك مراتك، لا انت تتفرج عليها. لا مش فارقه معاك مراتك، اسخنها عليك بقى. ما لا هي اللي قالت لي سافر ما تجيش، فاهم قصدي؟ وماتش برضو اللي انا عملت فيه الجون بتاع مازيمبي، كان بيلعب مازيمبي وابني كان عنده تسمم، ما سبتهمش ومشيت، ما كانش فيه باك ليفت، قعدت لان انا كنت شايف حب الناس. الكابتن كان بيجي 700 كيلو على الطريق. ما انت لعبت في بورسعيد كمان في مصر زمان لعبت قبل كده والناس بتحبك سنين برضو يعني، برضو يعني لو قعدت في العصر الذهبي كان بتاع النادي المصري. طبعا فالجماهير كانت بتيجي 700 كيلو، فحسيت ان الناس دي بتضحي، مش مشكله انت تضحي عشانهم، عادي الناس دي تستاهل، اللي يستاهل ضحى عشانه. فانا كنت بضحي وما عنديش مشكله وبلعب واجتهدت وقضيت دوري كامل، بدليل المدير الفني طلع يقول لك ان انت الراجل ده اثر معانا من ساعه ما مشي وغيره وغيره يا كابتن. لا انا تعبت. انا اللي زعلني في الموضوع كله انا كنت عايش وسط لعيبه، وسط لعيبه المصري دي، انا اكلت معاهم عيش وملح، وانا ما كنتش طالب منهم ان هم يطلعوا يقولوا الاداره وصح، ما حدش دافع عنك يعني. لا ما حدش منهم دافع عني، والموضوع ده اثر فيا جامد، لان انا عمرهم ما شافوا مني حاجه وحشه، عمرهم ما شافوا. انت الوحيد اللي تعاقبت في القصه دي. انا تعاقبت لان انا ما رضيتش اشيلها، انا شلت شيلتهم وهم ما رضوش يدافعوا. تقول على حد مثلا؟ لا ما ينفعش، انا مش بتاع الكلام دوت، انا تربيتي ما تسمحليش بكده اصلا. فانا شلت شيله بتاعت لعيبه كامله وهم ما فيش، كلهم خافوا اكيد طبعا يطلعوا يتكلموا، انا ما كنتش عايز يطلعوا يتكلموا، انا عايز يطلعوا يوضحوا. الجمهور المصري عمل معاك ايه طبعا بعد الموضوع؟ جمهور